استاذ باسم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. كل سنه طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. والله حضرتك يا شيخ، انا كل سنه في شهر رمضان بيحصل لي حاجه غريبه. باجي في رمضان بالنهار، تمام باجي بالنهار في رمضان، بستحلم بالنهار وبحس ان انا في الاستحلام ان انا كنت صايم. يعني واحده ردت بيا وانا قلت مش اشكال بقى، هفطر النهارده كده وهقعد بعد رمضان. تمام، انت بتنام بالنهار؟ بنام بالنهار. درجه بتسهر بالليل؟ لا، بشتغل بالنهار عادي، بس يعني باجي الساعة بعد الساعة ساعتين كده بالنهار بنام. تمام، طيب تمام جزاكم الله خير. يعني أولا الاحتلام في نهار رمضان بالنسبة للصائم، يعني واحد صائم ونام في نهار رمضان ثم احتلم، الاحتلام بغير إرادة منه فلا شيء فيه، يقوم يعني يغتسل ويكمل صيامه، وصيامه صحيح لأنه ليس من نفسه. لكن الإنزال بشهوة بتقبيل أو لمس أو استمناء باليد يبطل الصيام. فالأخ السائل ليس عليك شيء، تقبل الله عز وجل صيامك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. نرجع لحديثنا يا جماعة، قلنا نبدأ هذه الأيام المباركة أو نواصل في هذه الأيام المباركة بالتوبة. هناك أيضا الصلاة والتهجد، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أنا عايز ربنا لما يطلع على الخلق يطلع علينا وإحنا في الصلاة، وإحنا على السجادة بتاعتنا، وإحنا بنقرأ القرآن، وإحنا محافظين على الذكر، يعني الذكر والاستغفار. الصحابي الجليل اللي كان بيقول إني أعلم متى يذكرني ربي، بيقولوا إيه الكلام ده؟ طب إحنا بنذكر ربنا وعرفناها، لكن هو ربنا هيذكرك؟ قال نعم، الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم. كل ما تذكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيذكرك في الملأ العلوي، في كوكبة مع الملائكة، كوكبة الملائكة بين الملائكة. تخيل إن اسمك رب العباد ينطق اسمك، رب العباد يقول باسمك في وسط الملائكة، الملائكة تنطق اسمك، تكتب في صحيفة الذاكرين الله كثيرا. وهكذا فينبغي أن نغتنم هذه الأيام بالإقبال على الله عز وجل، نغتنم هذه الأيام بالدعاء. وخير الدعاء ما ورد عن رسول الله. السيدة عائشة لما تسأله يا رسول الله يعني إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم جميعا بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير. معانا الأستاذ رمضان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. الله يخليك. اللهم أنت بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة. أخويا توفى عم الشيخ من بقاله 3 شهور أو 4 شهور في حادث سيارة. رحمه الله رحمة واسعة. تمام، فطبعا أنا دلوقتي بطالب اللي هو حافظ السيارة ده بتعويض. تمام. فأنا مش عارف بقى التعويض ده يجوز حرام أو حلال. طيب. هو شاب صغير عنده 25 سنة. جزاك الله خيرا. أولا يا رب أسأل الله تبارك وتعالى لمن مات أن يجعله الله تبارك وتعالى في عداد الشهداء بمنه وكرمه، إنه على ما يشاء قدير. وأسأل الله أن يلهمكم الصبر والرضا. بالنسبة معنا الأستاذ مصطفى، وهنرجع للاتصال الأولاني. تفضل. السلام عليكم.